تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأم دائرة عين الكبيرة من وضع حد لنشاط شخص يحترف تزوير العملة الوطنية. العملية تمت بناء على معلومات استغلت أحسن استغلال وأطلقت بموجبها تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 9 ملايين سنتيم مزورة من مختلف الفئات ومبلغ مالي قدره 12000 دينار جزائري من عائدات ترويج هذه العملة المزورة ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه به تم إحالته بموجبه أمام الجهات القضائية للبت فيه.